نروح بقى للجاي ده والكلام الجميل والكلام الحلو والكلام اللي يفرحنا احنا كأهلوية. في فيلم وثائقي كده اسمه سر التسعة، سجل قد ايه بقى؟ هو قعدته طبعا إدارة الإعلام بالنادي، واللي بيوثق وبيكشف أسرار الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة. طيب سجل كام لحد دلوقتي يا جماعة؟ مليون أو أكتر كمان من مليون وربعمائة ألف مشاهدة، ده في أقل من 24 ساعة بعد ما بثته أو تم بثه على القناة الرسمية للأهلي على اليوتيوب. وبيرصد زي ما احنا قلنا الفيلم ده الوثائقي كواليس تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة، بداية هنا من الأدوار الأولى وصولا للنهائي اللي أقيم في القاهرة، بما تشمله بقى تلك المرحلة عندنا من تدريبات ومحاضرات ورحلات سفر وكواليس وغيره. الحقيقه اي ماده فيلميه عموما بيكون مضمونها ومحتواها النادي الاهلي لازم بتطلع في النهايه ماده فخمه ومفتخره. كمان توالت ردود الافعال القويه جدا والاشادات الواسعه بهذا الفيلم الوثائقي بين جماهير النادي الاهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد ما تم بث تفاصيل جديده واسرار بتظهر للمره الاولى بتكشف كم الصعاب اللي تعرض لها الفريق وتحدي واسرار كل اللاعبين على الفوز باللقب. ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج اسمه سر التسعة وتصدر منصة تويتر تزامنا مع عرض الفيلم الوثائقي، وأكد كل المغردين أن الفيلم ده يعتبر توثيق للأجيال المقبلة عن تفاصيل بطولة مهمة جدا وصلت بالنادي الأهلي إلى المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه. والحقيقة منذ عرض الفيلم على قناة النادي الرسمية على يوتيوب الساعة 9 مساء يوم الجمعة الماضي شهد إقبال كبير جدا ووصل إلى المليون مشاهدة في الساعات الأولى فقط من عرضه، وبلغ ما يقرب من 20 مليون دقيقة مشاهدة. كلام جميل، وزي ما قلت كده اكيد بيسعدنا كلنا كاهلاويه، ومعتقد كمان كريم مفروض انه ده انا اعتقد هيوصل لاعلى من كده بكتير. احنا بنتكلم في 24 ساعه مليون و400، فممكن مع نهايه الحلقه يبقى كام؟ خلي بالك اللي بيتفرج عليه اهلاويه وغير اهلاويه بطبيعه الحال، علهم يتعظوا لما يتفرجوا على حاجه زي كده.